السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من السلسلة ديالكم. كيفاش قدرت أنني نحصل على الدبلوم بنقطة عالية؟ معنا اليوم ضيف جديد اللي هو ياسين. غادي نحاول نتعرفوا عليه ونتعرفوا على التجربة دياله المختلفة الفريدة اللي يقدر خلالها أنه يجيب نقطة اللي غيفتخر بها هو وكاع الناس اللي معاه. دونك ياسين، مرحبا بك. شكرا. ياسين بن علال من مدينة تيفلت، اتيديون في اسطيا خميسات، بعيدة شي 24 كيلومتر. اللي قدرت نتفوق فيها بالجهد ديال الله، الحمد لله. دونك دابا حنا ما نسميوش ايتيديون، خديتي ديبلوم، غادي نقولوا لك لوغيا ديال ليستا ديال تيفلت، ياك؟ ولا خميسات. كنتي كدير لالي غوتوغ لتيفلت ولا كريتي في خميسات؟ لا، كنت كندير لانافيت. لانافيت، دونك هنا غادي نشوفوا بعدا، هو واحد من هنا غيبدا التجربه والاختلاف ديالها، انه ها هو كاين واحد الحاجه اللي غادي يا اما واحد غادي يعتبرها شي حاجه دو بلوس، شي حاجه غتخليه مختلف على الناس، يا اما شي واحد غيقول ها هي بعدا واحد العقبه، واحد المشكل غنبداو به. هاد لانافيت هادي اللي غيتزاد علينا، ماشي بحال اي واحد اللي غيخرج يلقى اللي تيحداه، ولا واحد اللي غادي يضرب واحد 24 كيلومتر الي روتور. المهم القضيه غادي تختلف، ماشي مشكل. حنا غادي تعرفوا على تبارك الله ياسين النقط ديالو اللي يقدر يحصلهم واخا كاين عنده هاد العقبه، وغنشوفوا واش فعلا كانت عقبه بالنسبه لياسين ولا بالنسبه لي يعني امر عادي، هو فقط اختلاف. يعني الناس راه ما عندهمش كلهم نفس التجارب في الحياه. دونك انا غنبدا لك باول سؤال عادي. ياسين حصل على نقطه جيده، حنا غنوريو الغولفيد نوت ديالو. شحال المعدل ديالك باش خديتي ديبلوم؟ 18.76. ما شاء الله عليك، 18.76 نقطة جد جد يعني جيدة، اللي كترفع الراس، كتخلي الإنسان يكون فخور بالنجاح ديالو، بتحقيق الهدف اللي بغا. مي أول حاجة غنقول لك، وزعما أش غتفيدنا هاد النقطة؟ لاش حنا غنصدعوا راسنا؟ بارك علينا 10، ياك ناجح ناجح. كاين فرق صراحة، يعني بالنسبة لي ليسونس بروفيسيونيل، يعني نعرفين يعني كي تصنفوا تتقسموا على ثلاثه ديال الاصناف، كاين البوبليك وكاين سومي بوبليك وكاين البريفي. يعني باش تضمن بلاصتك في سيتو بوبليك خاصك ضروري تكون عندك نقطه جيده. ايه اذا يعني هذيك هذه شي حاجه. اول حاجه الواحد اللي بغى يمشي يدير ليسونس بوبليك يعول على النقطه. في نظرك النقطه غادي تفيد غير في هذا الشيء؟ ما زعما ما يكونش عندها شي حاجه اخرى؟ حتى في الخدمه، يعني الا ما كنتيش ضابط الامور ديالك، صعيب توفق يعني بالنسبه ديال 100%. هي يعني النقطة الجيدة هي غتبين بأن هاد السيد راه كوميم، راه ماشي، راه واحد السيد كومبيتون، ما جاب هنا 19 وهنا 18 وهنا، إلا وراه عارف علاش أش قرا، عارف داكشي اللي قراه، ماشي معاودين ليه. إلا جيت نسولك على النقطة الجيدة على النفسية ديال الإنسان، واش زعما ما كتأثرش؟ واش ياسين اللي ما عرفتوش أنا شحال جاب في الباك، هو ياسين اللي نجح ب 18.76؟ زعما عادي بحال الدنيا هانية. المهم بديت النقط الجيده صراحه بداو عندي من البكالوريا، يعني كانوا عندي نقاط جيده في الرياضيات، في الفيزياء. يعني خديت باك 2018 بالنقطه اللي النقطه ديال المستحسن. مشيت درت لافاك فيزيك، دوزت فيها عام. المشكل اللي لقيت في ذاك العام هو اني كنقرا شي حاجه اللي ما مرتاحش فيها، يعني فيها النظري حدها غتخرجك التعليم، ولا يعني الافاق ديالها من واحد الناحيه شويه محدوده. يعني صافي كنت فكرت انني نحبس تما، مي الوالدين ديالي قالوا لي لا. يعني مع ذاك يعني كنت في مدينه القنيطره، اللي كان يعني كنت واخد سيتي، يعني كانوا فيها مصاريف بزاف. يعني في الاخير قلت لهم لا، راه يعني ما يمكنش نبقى نضيع لكم في الفلوس ديالكم، يعني خصني ندير شي حاجه اللي انايا مرتاح فيها. من مور ما توفاني الاب ديالي قررت انني نقرب، يعني خصني نبقى في الدار شويه.
نكون قريب للدار. جلست مع راسي قلت اشنو غادي ندير، ديفلوبمون انفورماتيك يعني من صغر الدراري يعني كانوا كيقولوا لي يعني سير دير لانفورماتيك سير دير لانفورماتيك. قلت اجي نسعى يعني حتى في البكالوريا كنت يعني كنت بكالوريا سيونس مات واحد البيريود كانوا قراونا واحد اللونجاج باسكال. ما فين عرفت يعني تعرفت على لي بوك تعرفت شي شويه على الدومين. واخا اول حاجه ياسين الله يرحم الوالد ديالك ان شاء الله والله يرفع من درجاته يا ربي. لك السؤال ديالي هو انني بغيت نرجع للنقطه ديال تاثير النقطه الجيده ان الانسان يشوف راسو قدر يجيب 18.76 قدر يجيبه واخا ما غيخدم واخا يكون هذاك اخر نهار عنده زعما كي كيحس نفسيا. طبيعة الحال غتحس بشويه ديال تحس بشويه ديال الافتخار يعني كانك درتي واحد المجهود اللي حسيتي الثمار ديالو. فوالا دونك انا هذه هي اللي بغيت نوصل ليها ان الانسان كيولي فخور بذاته انه قدر يوصل لشي حاجه من واحد المجهود اللي بذل، وهكذا كتترسخ لك شخصيتك انك كيما قدرتي ديرها في ليتيا تقدر ديرها دابا فيما مشيتي. حيت انت هو ياسين نفسه ماشي زعما ليتيا ساهله، حيت كون كانت ساهله راه كلشي غادي يجيب فيها 18، مي بما انني قدرت كنولي رسمت راسي ولا علمت في الشخصيه ديالي انني استطيع. داكشي اللي كاين. واخا ياسين دابا حنا دوينا على ان النقطه عندها يعني اثار على النفسيه، على ان شاء الله تفتح لك افاق جديده، على بزاف الحوايج. انت اول حاجه كاينه عندك مساعده لك راه قلتيها لنا هي انك انت باغي ديفلوبمون انفورماتيك، كنت عارفه بعدا كنت عارف عليه يعني معلومات قليله. واخا فاش درتيه فاش يلا غادي ندخل يعني فاش يلاه درتي ها هو مشى كتحرك ليا لا سوري مالوغوزمون. واخا قلت لك فاش يلاه درتي هاد التخصص في العام الاول ديالك مشيتي قلبتي شويه شنو غنقرا وشنو هادشي صراحه لا ما خفتيش تعاود نفس التجربه ديال لافاك؟ لا علاش هني ديفلوبمون يعني لانفورماتيك بصفه عامه كانت يعني كانت عجباني شويه يعني من الصغر كان عزيز عليا شويه ديال التبقشيش كنحس بها براتيك يعني غادير شي حاجه اللي غادي تخدم بها ماشي كتقرا شي حاجه اللي غير نظريه. واخا دونك كي دوزتي هاد العامين وانا هنا غادي نبدا نبارطاجي النقط ديال السياسيين باش نشوفو كي دوز هاد العامين. قول لي كي جاتك العامين دابا الا غنقولوها كنتيجه كيبان لك البارطاج ياك؟ كيبان النقط ديالك هادو ما هادوك وما هادو كي جاوك هاد العامين ساهلين زي ما كاع الناس يقدروا يجيبوا 18 19؟ لا ما نقدرش نقول لك ساهلين وما نقدرش نقول لك في نفس الوقت يعني صعيبه شي حاجه اللي مستحيله. ربطي شويه ديال التماره ما غاديش تحصل بالنتائج. يلا قول لينا دابا هذيك التماره كيفاش؟ يعني اول مره دخلنا الحصه من بعد يعني الحصه الاولى ديال التعريف تعرف براسك يعني بدينا الالغوريثميك يعني كيفاش تقدر تبرمج شي اله يعني كما بغات تكون يعني تهضر مع البيسي يعني تفرق ما بين لونغاج ماشين واللونغاج ديالنا حنايا باش كنهضروا. تما بدات شي حاجه بدات كتجذبني للطومين ولكن يعني من موراها يعني كيفاش بقيت غادي مزيان هو انني يعني بقيت اجور يعني الحاجه اللي دارت اليوم خصها دار اليوم وما تعتمدش على الاستاذ بصفه ديال 100%. الاستاذ ضروري يعني من واحد الناحيه راه كيبقى الاستاذ يعني عنده يعني ما يمكنش عاوتاني تخلي الاستاذ وتمشي تمشي تقلب في غير في بلايص وحدين اخرين. الاستاذ يعني ضروري هو الجيد. فوالا تري بيان هو الجيد على الاقل يوريك فين على اش تقلب باش ما تبقاش دايخ انت تقلب في الانفورماتيك كلها، انت كتقلب على البروغرام ديالك تفهمو بعدا واللي زدتيها من الخير ما توضرش هو الجيد كي قلتي. اييه داكشي اللي كاين يعني الاستاذ غادي يرسم لك طريق غادي تشد مع الاستاذ يعني ما تحاول ما يعني ما تغفلش
يعني تشد مع الاستاذ اي حاجه قالها انا خصها تشد. وعدت تمشي تقلب يعني على تمشي تقلب على حوايج اخرين يعني منهم دي شان يوتيوب دي سيت يعني قبل يعني ما نعرف لاشين ديالك صراحه ما عرفت لاشين ديالك حتى لوغيون تاع اوبجي ديال البروميير اني يعني حتى بدينا كندخلوا البروغراماسيون اورونتي اوبجي مي مزيان مزيان راك عرفتيها في وي البروميير اني راه كاين اللي ما عرفها حتى بقى ليه شهر باش يشد الدبلوم وجاب الله التيسير ماشي مشكل. مي راني فاش بدينا كندخلوا الجرافيك بالضبط يعني سالينا من الكونسول البروغراماسيون فيليمونسيال او ايفيمونسيال فيليمونسيال ما عرفت لاشين ديالك وفاش مزيان ملي جبتي لاشين ديالي فاش فاتك في التجربه ديالك ما نكذبش عليك يعني كندوز الكور ديال الاستاذ كنعاود الكور ديالك كنلقى فيه يعني شي حوايج يعني ما خصكش تعتمد غير على الخدمه ديال الاستاذ خاصك تشوف الخدمه ديال الاستاذ ديالك اللي هي يعني تتبقى ضروريه والخدمه ديال اساتذه واحدين اخرين ولا ديال الاصدقاء ديالك ولا الناس اخرين يعني كتعرف على بزاف ديال لي ميثود بزاف ديال لي زالغوريثم كل واحد وكيفاش كيخدم يعني كتاخذ خبره من هذا وكتاخذ خبره من هذا وخبره من هذا واصلا الدومين يعني اللي كيشجع في الدومين هو انه حرفه يعني ما غاديش تتعامل يعني مع الدومين كانك كتقرا شي حاجه اللي عاديه بل انك كتقرا شي حاجه اللي غادي تخدم بها غتولي انت خاصك تولي انت هو هذاك السيد اللي كيشرح وحسن منه وغتولي حسن منه مع البراتيك وهذا راه ان شاء الله غتولي حسن ايه مزيان. وحاجه واحده اخرى من مور ما كتعلم الاستاذ ديالك ومن بزاف ديال البلايص يعني يستحسن تعاود هذاك الشيء اللي شديتيه تعاود تشرحه لناس واحدين اخرين اللي ربما يكونوا بحالك في النيفو ولا احسن منك ولا اقل منك منها غادي تعاونهم منها غادي تعاون راسك. اييه هذه كيفاش كتعاون راسك؟ قول لي كيفاش هذه انا متفقه معك مليون في المية غادي نلقاو ان ناس اخرين اللي قالوا نفس النقطه حتى هما في هذه الحلقات ديال هذه السلسله واللي هي نقطه زعما جيتوا في الصميم ديال الموضوع واخا تكون انت هو البطل هو الواعر خاصك تعلم تشرح الناس اخرين كيفاش كتستافد انت من غير هما غيستافدوا. محتي انا يعني كنعاود واحد الحاجه وربما يعني فاش كنكون كنخدم يعني مع الاصدقاء ديالي ولا يعني الدراري اللي تيقراو معايا يعني ما كنحاولش نعطيهم غير ميثود وحده يعني كاين شي مره كنوصل معاهم في كل سؤال اربعه خمسه ديال لي ميثود الا ما عجباتك شي هذه نمشيو لهذه يعني كنبداو من الميثود السهله حتى الميثود الصعيبه منها انا يعني ما كنملش يعني فاش كنخدم بوحدي غادي نخدم واحد 30 دقيقه ساعه ونص كاع ساعتين نقدر نبدا نحس بشويه ديال الروتين غنبدا نعيا شي مره كنت كنبدا يعني كنبدا مع الدراري مع عدا في الايامات الاخرى ديال بريباراسيون كنبداو مع 10 ديال الليل كنساليو حتى لوحده لجوج وبلا ما نملو يعني كدوز كنا كنخدمو شي مره يعني بالظروف ديال الكوفيد و والقهاوي كيسدوا يعني في ديك الساعه كانوا كيسدوا مع 11 شويه ولاو كيسدوا مع 9 يعني كنا كنجمعوا في تيمز يعني مره يعني كنخدموا مره كيضحك شي واحد كنمشيو معاه يعني ما كتحسش كاع براسك بلي راك انك كتقرا كدير واحد ليفور يعني انك جالس كتعاود مع صحابك العلم تري بيان مزيان هذه راه حنا ان شاء الله كون وصلنا لها ما عرفت فين غنوصلوا اننا كنقدروا نشاركوا العلم. دابا المشكله اللي كنشوف ان كاين واحد عدد كبير كيحشم يقول انا كنقرا كيحس بحال قلتي شي واحد انت ولد امك ولا شي المهم كاين انسان في شكل كيخبي كيقرا وكيخبيها ما كاينش معلاش عادي داك الشيء ما عرفتش كيخاف واقيلا كيبغي يبين بانه واقيلا ذكي داك الشيء تزاد عارفه ما كيبذلش مجهود بزاف راه ما كيحفظش بزاف هو ذكي داكشي لا ما كاينش عادي الانسان كيوجد وحنا كنختلفوا يقدر واحد في ساعه غيفهم واحد في ربع السوايع يفهم والمهم النتيجه فاش ما فهمتي المهم النتيجه انت واحد الوقت غادي تولي غتدوز هذيك المرحله ديال راك مبتدئ وغدوز مرحله تتولي هكا غادي تتعلم وصافي اللي قداتو ساعه يديرها اللي قداتو ربع السوايع خذ راحتك غير ما تستريساش كي قلتي دير واحد لونتوراج بيناتكم زوين ضحكوا شويه قراو شويه راه احسن حاجه غادي تنفعكم. حتى الدراري اللي كانوا في نيفو ضعيف بزاف وبهالطريقه هذه يعني ولو انا عارف يعني عارف الحل ديال شي سؤال وما كنبغيش نقولو يعني كنقول ليه انت غادي تاخذ المبادره وغادي تشرح لنا نفس غتشرح لنا هذاك السؤال بطريقتك يعني غلط انا ما بغيتهاش صحيحه انا عندي من ندير انايا بالجواب الصحيح
انت يا غلط خربق هذه اللي عليه ودير ليها كيما بغيتي وحلتي في شي حاجه غادي نعاونوك ويني بقى غادي يعني بقينا غاديين في ذاك النيفو هذاك اللي كان ضعيف ولا متميز يعني ما شاء وصل الله. لواحد المستوى اللي زوين يعني بالمجهود ديالو يعني انه ما بقاش كيحشم يعني فوالا كاين عاوتاني واحد النوع اللي كيحشم ما عرفتش علاش ولكن كيحشم انه يغلط كيحشم انه يغلط، لان جايه من هذه الفكره تاع رواقي لها هذوك عادي كيفهموا هما اذكياء ما كيوجدوا ما والو، انا يمني واش مكلخ انا كذا انا هو. هذاك اللي كيحشم خاص يعرف انه خاصو يبذل واحد المجهود اكثر. علاش؟ لانه هو ما بغاش يكون مع شي قيد، ما بغاش يكون مع صاحبه اللي غيوصل ليه المعلومه بطريقه اسهل. اذا هو خاصو يمشي يديبان يقلب 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 حتى يفهم الراسو. غير الا كانوا معاك الناس اللي غيسهلوا عليك الماموريه مزيان، ما كاين لاش تحشم، صغر عقلك وباش تاخذها وتدوز حوايج اخرى. حيت حنا دابا راه كندويو في انه انتم بغيتوا تجيبوا ديبلوم ديال باك بلس 2 بنقطه جيده، يلاه ان شاء الله غتفتح لكم افاق جديده ويلاه غتبداو الخدمه وعطى الله. يعني مازال خصنا نفس طويل، فما كاينلاش عوض ما ناخذوا الدبلوم ديالنا في عامين نولوا جالسين حنا 4 سنين عاد ناخذوه، ولا ناخذوه في ديك العامين ونمشيو ونبداو حاجه اخرى. تري بيان ياسين، ما شاء الله عليك، من البروميير اني كانت عندك 18.07 اللي هي نقطه مزيانه، مع العلم انه نتوما ما تحسبوش لكم لي موديل كاملين مع كان عندنا الحجر وداك الشيء، ياك تحسب لكم البروغراماسيون ستركتوري وتحسبت لنا البروغراماسيون ستركتوري ميتي اي فورماسيون ولا ديسيبلين واقيلا غير هاد الثلاثه. واخا بالنسبه للبروغراماسيون ستركتوري يمكن نفعاتك التجربه ديالك في باسكال؟ لا ماشي بزاف حيت يعني كانت ديك الساعه يعني 3 سنين باش كنا قرينا باسكال وما قريناش ما تعمقناش فيه بزاف غير كانت غير يعني اطلاله سطحيه كانت واقيلا شي اولمبياد في 2017 اييه. الا بغيتي تنصح الناس، الا بغيتي يعني انتم مشيتوا نيشان لونغاج راه باسكال لونغاج قديم قبل من السي، وهذا كانوا تقدر تجي تقراه عادي. المهم دابا الا بغيتي تنصح الناس فشي حاجه باش ما يتبلوكاوش في هذاك بروغراماسيون ستركتوري اللي دابا غادي يلقاوه في هاد يعني الفيليار تبدل ليها العنوان، وكذلك بروغراماسيون ستركتوري يقدروا يكونوا بدلوا ليها العنوان ولا الاسم، ما غتبقى نفسها الالغوريتميك. كيفاش ما تبلوكيكش ما تخلعكش الالغوريتميك؟ شي نصيحة بداها من الاول من يعني كيفاش دير الجمع ديال جوج ديال الاعداد تعرف لي فاريابل لي تيب ديالهم تبدا غادي دقه دقه وما تخليش الخدمه تجمع حيت الا خليتي الخدمه تجمع غادي تدوخ وغادي تلف يعني غيولي يجيك داكشي صعيب اللي هو سهل ولا شان يوتيوب ولا يعني بدا مع واحد يعني تفرج في واحد يمكن يشرح الجمع ديال جوج ديال لي فاريابل شويه غادي تدخل الايف يعني شويه غادي تدخل لي بوكل وبقى غادي دقه دقه يعني بقى غادي بداك الترتيب كما الترتيب اللي غيعطيك الاستاذ او الترتيب اللي غادي يكون في ديك الشان ما تسبقش الاحداث صغر عقلك يعني ولو تكون عارف دير راسك ما عارفش يعني وعاود ماشي مشكل انك تعاود تاخذ من عند هذا ومن عند هذا ومن عند هذا. انا ياسين هنا ما كنبانش ولكن راه كنقول راني معاك، يعني كان دير الحركه تاع راني معاك متفقه معاك، خصوصا هذا القضيه ما تزربش. يعني لو اننا تعلمنا اننا فاش نكونوا في نيفو مبتدئ تاع اي حاجه نصغروا عقلنا ونمشيو خطوه خطوه، ما كنزربوش، كنبنوا الساس، كنكونوا باقي كنبنوا الساس، ما تزربش، سير بشوي بشوي. بالنسبه للالغوريثميك راه اصلا انا في لوسيت ديالنا قرايتي في كليك بوان كوم غادي تلقاوني حطيت لكم الجزء الاول كامل ديال الكور بالبلون ديالو، انا نورمالمون عندي الكور كامل ان شاء الله نعاود نحطو غتلقاوه. على الاقل استفد من غير البلون، ولا كي قلنا الاستاذ ديالك شوف غير هذوك العناوين وتبع عليهم ما تنقش، ما خصكش تنقز، ها يلا كتبني في الساس. ملي غتبني الساس واش في نظرك ياسين ما اثرتش ليك هذيك الحمد لله لا باز اللي كونتي في هاد البروغراماسيون ستركتوري وكذلك الدوره الثانيه واخا ما تحسباتش، واش ما كيبانش ليك كان عندها دور في هاد النقاط الجيده ديال العام الثاني؟ شويه يعني بالنسبه للعام الاول، العام الاول يعني كتبدا ضروري يعني الا بديتي ببروغراماسيون ستريكتوري وفهمتيها مزيان يعني بلي فيشي ديالها بلي ستريكتور بالضبط يعني تركز على لي ستريكتور فاش غادي تمشي للبروغراماسيون اورينتي اوبجي يعني غادي تجيك يعني غادي تجيك شي حاجه اللي عاديه
شي حاجه اللي راك مولف كدير هادشي كلشي مبني على الالغوريتميك. الا فهمتي الالغوريتميك مزيان اي لونغاج تحط لك كيما بغا يكون سوا سي شارب سوا جافا اي حاجه غادي يعني غادي تخدمها مزيان. وبالنسبه للدوزيام اني، الدوزيام اني تقريبا يعني ما يعني بالنسبه اللي ما جابش في البروميير اني ما يتخلعش يقول لا راه ما غاديش راه داكشي مرتبط وما غاديش نجيب في الدوزيام اني، لا بالعكس مفرقين يعني كتعاود يعني شي حاجه اللي دوزناها في الالغوريتميك تقدر تعاودها شويه في الاس كيو يعني، ولكن ماشي بنفس الطريقه 100%. من يعني كتبدا في دوزيام اني بالنسبه للديفلوبمون انفورماتيك، دابا الديفلوبمون ديجيتال ما عرفتش يعني كيفاش غادي يتعاملوا معاهم. لا ماشي مشكل، حنا كتبدا باقي حاجه ان شاء جديده الله الناس اللي غيدوزوا دابا هاد العام الناس اللي دوزيام اني راهم غادي غيدوزوا يقراو انفورماتيك غيستافدوا، الا بغاو يصغروا عقلهم ويتصنتوا لياسين والناس اللي دازوا معنا في السلسله ديال كيفاش جبت ديبلومي بنقطه عاليه، راهم غادي يجيبوا داك وغيوصلوا للهدف ديالهم يعني. وحتى الاخرين ما غيتبدل شي حاجه، ولكن المهم غيكونوا تخصصات صراحه جديده اللي غادي نعطيوهم ان شاء الله الطريقه في الوقت ديالها. واخا تبارك الله عليك ياسين، هنا الا شفنا الغولفيد نوت ديالك غنلقاو اخر نقطه هي 18 ونص، 18 ونص و19 و19 33، هادو هما النقط اللي عندك في المواد ديال الحرفه. كي قلتي انت المواد ديال الحرفه كي درتي ليها؟ كما قلت يعني ما تخليش شي حاجه تراكم عليك، سير بصغر عقلك وسير بالبلون دقه دقه يعني وحده بوحده. كان الوقت الكافي زعما ولا كنتي كيخصك ما تنعش مزيان وتبقى تحفظ النهار كله؟ بالعكس البلون بالعكس يعني البروغرام ما مشارجيش؟ البروغرام ما مشارجيش ولا ياسين واعر؟ لا ديك ياسين واعر ما كايناش يعني بحالي انا بحال اي واحد، يعني اي واحد يقدر يجيب نفس لي نوت اللي جبت انا وربما احسن. يعني بالنسبه لديك القضيه ديال واعر، حتى واحد ما واعر على الاخر، مين يعني مساله مجهود هذاك بالنسبه المجهود لي انا. كيخص وقت طويل زعما؟ لا يعني ما تحش كما قلت لك في الاول، ما تحش براسك كتقرا شي حاجه اللي هي نظريه ولا اللي غادي تدخلك في واحد المتاهات، ولا كثرت يعني تسمع الهضره من هذا وتسمع الهضره من هذا وتسمع الهضره من هذا، شي مرات تقدر تدوخ يعني. مع هذا بالنسبه للمسائل ديال التوجيه، صغر عقلك وبدا دقه دقه. بالنسبه لي موديل ديال دوزيام اني راه لا علاقه مع لي موديل ديال بروميير اني، شي حاجه كتعاود يعني عاديه يعني. فاش غادي تمشي للكليون سيرفر غادي تعاود شويه في بروغراماسيون ايفونسيال، مي ماشي شي حاجه ماشي شي حاجه اللي خصك ضروري تكون كنتي واعر في البروميير اني باش تقدر تكمل في الدوزيام اني. يعني كتبدا واحد الصفحه بيضاء يعني، تقدر تبدا من الاول، تبدا من الاس كيو يعني، من يعني تعرف لي كونسترانت دقه دقه، تبدا تمشي عاوتاني شويه لي روكيت وتخدم يعني تخدم كل شيء، ما تخليش شي حاجه تحاول يعني ما تحاول تقيس كل شيء ولو غير في الاول غير المدرسه التحيه، من بعد تولي يعني تخدم شويه تمارين. بقيتوا ياسين في طول العام يعني في العام ماشي حتى ديك لا بريباراسيون ديال ليكزامان دو فان فورماسيون، بقيتوا كتديروا هذاك الاجتماعات في تيمز نتوما الدراري بعضياتكم تشرحوا هذا الكور قبل من لي كونترول، ولا كتخليو داكشي حتى لاخر العام؟ لا بالنسبه لي انا كنت خدام على طول العام يعني، كل نهار يعني تقريبا كل نهار بنهارو يعني، ما كنحاولش نخلي زعما حتى يقرب شي كونترول عاد نبدا نخدم. بالنسبه للدراري اللي كانوا معايا في الاول يعني، كنت خديت واحد المبادره يعني، نظرا لانه كان الوقت مزير يعني. في ديك الفتره الاولى كنا كنقراو جوج حصص في السيمانه، واحد الوقيته كنا كنقراو حصه واحده في السيمانه يعني 5 سوايع في السيمانه، ما غادي دير لك والو يعني، كاين يعني عندك السيمانه كامله خاويه اللي تقدر تخدم فيها نتايا راسك، ولكن بالنسبه للاسر يعني هذيك حصه واحده في السيمانه اشنو غادي يقدر يدير لك؟ غيقدر غير يوجهك يعني، يدير لك الكور يوجهك، كيبقى المجهود الاخر ديالك يعني. كنت قلت انا يعني نظرا لانه ما كاينش هذاك الوقت، كنت تهضرت مع الاستاذ باش ما نكونش ندير شي حاجه من راسي، كنت انا اللي مكلف بالجروب ديال القسم، قلت نجمعهم يعني ندير لهم حصص يعني في تيمز يعني، نشدهم انا يعني، انا خصني ندير مجهود اكثر باش نقدر نوصل لهم المعلومه. كنت لونسيت لهم واحد الاعلان عام يعني في الجروب، كاينين في الاول يعني تجاوبوا معايا واحد العدد تجاوبوا، من بعد يعني شي وحدين يعني بداو كينقصوا، شي وحدين يعني ما كانوا دايرينها غير ضحك كيجيو يتفلاو،
صافي حتى كنا واحد النهار صافي يعني شت داكشي ما يعني ما عطيش واحد النتيجه اللي كبيره صافي وانا نحبس يعني بقيت خدام غير مع واحد العدد اللي كبير اللي هما قراب شويه من الانطوراج ديالي بقيت خدام معاهم يعني ولو كنبقى خدامين يوميا يعني كل نهار كنبقى خدامين يعني كناخذ واحد جوج سوايع من الوقت ولا انا ما غاديش نحس بداك الملل ديال انني كنخدم بوحدي وهما ما غاديش يعجزوا وكنا بقينا خدامين يعني بحال هكا مزيان. برافو ياسين، هنايا كدوي على واحد السر مهم جدا اللي هو السر ديال الاستمرارية. كاين الناس حنا كاملين كنحلموا، ولكن كاين اللي كيحلموا يبدا يطبق، كاين اللي كيعيا كيخصو يبقى حتى شهر الاخر ويقول لك هو اللي كنخرج انا ليه الخطة الاستعجالية باش تعتق راسك. مالوغوزمون كنديرها، اش غادي ندير؟ حيت تقول هو كومين، يعني كاين مجموعة ديال الاهداف، كاين اللي كيبغي ينجح حتى هو من حقه ينجح الله يسر ليه، ولكن حنا كنتمناو ان انسان ياخذ الحرفه بقواعدها، داك الشيء بحال نقولوا شي حاجه كطيب على العواد وبالمهال وبشوي بشوي، وشي حاجه دغيا كدير الكوكوت وتتصفر وتتحط، راه ما سي با لا ميم شوز. هي هذيك القرايه تاع اخر لحظه راه ماشي هي ديال واحد اللي متقل وكل حاجه كيعطيها وقتها وكيشوف لي بروبليماتيك ويقدر يخترع كاع شي بروجي ويبدا يصوب فيه، يخترع التمارين ويخدم عليهم، راه ماشي شي نفس الحاجة. بغيت نتفق معك في هذه النقطة هذه بالضبط. إذا حنا دوينا على هذه القضية ديال الاستمرارية، هذه القضية اللي هي اللي كتفرق ما بين الناس، تاع واحد اللي كيجي حتى الشهر الاخر وكيبغي يقرا باش ينجح، كي غيدير كيقرا باش يولي متفوق زعما في الشهر الاخر؟ لا يعقل انك تكون أصلا ما خدامش يعني باش نجي حتى لآخر لحظة ونبدا ندير يعني ندير واحد المجهود اللي واحد الناحية كبير بزاف وما غاديش تكون واحد النتيجة يعني كبيرة أصلا يعني شحال باش غادي نشد دبلوم غنقدر نشدو ب 10 كاع 13 يعني الماكس فاش غادي نجي نتحط يعني في فاش غادي نجي نتحط قدام أمر الواقع غادي نلقى يعني شحال من حاجة مشات ليا شحال من حاجة ما دازتني يعني خصني فاش غادي مور ما غادي نشد دبلوم خصني نعاود يعني نحاول نعاود كاع من الأول فعلا. واخيب حاجه هي ان الانسان كيكون كيتعلم يحط راسو انه كيعرف يخدم غير في ستريس، ديك تاع الخدمه تاع اخر لحظه حتى الاخر عاد كنوض نتجاره، هذه ما يعني الانسان غير ستريس. واحد اللي خدام في ستريس ماشي واحد اللي بشويه عليه ما تابع ولا امتحان لا والو، هو تيقرا يوم تيقرا ساعه ولا نص ساعه ولا ساعتين ولا داكشي اللي قدر الله، وغدا بشويه وهكا نهار كيجي الكونترول واش عاد كديروا لي نوي بلونش؟ ما عمرني درت انا قاعد ديك نوي بلونش وكنت كنسمع الدراري كيديروا يعني في لافا ما كنتش كنقول داك الشيء اصلا ما خدامش يعني كنت كتخدم شي حاجه اعطيها الوقت ديالها انت اصلا يعني فاش غادي تكون خدام كتخلص يعني من ديك لونتربريز باش دير واحد الخدمه هنايا في هذه المرحله هذه كتخلص من والديك راه والديك كيخلصوك راه كيحيدوها من لحمهم باش يعطيوها لك انت يعني راه بحال راك خدام شنو الفرق؟ يعني خاصك داك المجهود اللي غديرو عند داك السيد في لونتربريز خاصك ديرو انت يعني في القرايه ديالك فعلا. ياسين، هذيك لا نافيت اللي دوينا عليها في الاول ما اثرتش عليك؟ لا ماشي بزاف. شحال كتاخذ تقريبا ديال الوقت باش توصل للمدرسه؟ 30 دقيقه 30 دقيقه يعني في الصباح 30 دقيقه فاش نكون راجع. دونك انت ما اثرتش عليك عادي خديتيها ماشي مشكل، مهم راك قريب من الوالده وكل شيء وكاين الظروف الواحد فين كي بريباري وكل شيء. ثاني نقطه اللي هي هذيك لا فورماسيون اللي خرجات جديده الابريد ديستانسييل والبريزونسييل، ما اثرتش حتى هي على الخدمه؟ بالنسبه لا فورماسيون ا ديستانس اني استفدت منها اكثر يعني باني كنت كان يعني انا كنت كان بارطاجي ليكرون ديالي وكنخدم مع الدراري يعني كنخدم مع الاستاذ انا اللي يعني هو كيقول لي شنو ندير وانا يعني كنت كنخدم بيدي يعني كل ما شي حاجه خدمتيها بيديك كل ما انها يعني كتسجل مزيان كتميموريزا مزيان. فعلا يعني انت كنتي القسم كله كيصحح لياسين الاخطاء ديالو كلهم كيخص ياسين هو اللي يفهم هذا، راه هذه هي اللي خص يفهموا لي ستاجير انه فاش تي يعني يبوزي لا كيسيون ولا فاش تينوض للسبوره ولا، راه كتفرض علينا حنا كاملين اننا نفهموك، اما الا ما نطيش السبوره ولا ما سولتيش راه حنا ما عرفناكش واش فاهم ولا ما فاهمش، ما فرا
ناقصنا والو، راه الاستاذ يقدر يخدم بالطريقه اللي بغى، ما فرض عليه حتى واحد شي حاجه. ملي ياسين كيبارطاجي ليكرون ويقول لي استاذ عافاك انا اشنو درت، شنو رايك ولا كذا ولا ما، هو ديك الساعه حنا كنا كيخصنا نشرحوا لياسين وياسين يفهم. هذا هي لافونتاج الكبير. وفي الدوزيام اني في الدوزيام اني كان تقريبا يعني نفس القضيه، مي كان يعني كان الاستاذ ديال الدوزيام اني مختلف على الاستاذ ديال البروميير اني. كان الاستاذ ديال الدوزيام اني هو اللي كيدير البارطاج ديال ليكرون، مي كنبقى غادي معاه يعني حيتيه بحيتيه، يعني كتكون يعني احسن حاجه انك ممكن ديرها انك تسبق الاستاذ، ما فيها باس. أيه. يعني تدخل واحد، تدخل شي شان يوتيوب ولا شي بي دي اف ولا اي حاجه، تشوف بعدا شنو كاين، يعني داكشي كيفاش غادي. انت كيكون عندك، كتكون شديتي جمعتي واحد الباكاج يعني من الانترنت، الاستاذ غيعطيك عاوتاني واحد المعلومات. يعني واش المعلومات اللي عطاك الاستاذ هما المعلومات اللي خديتي نتايا من الانترنت؟ واش فيهم شي، واش الاستاذ زادك شي اضافه؟ واش تقدر انت تزيد الاستاذ شي اضافه؟ طيب يعني هنا تتكون تتجرب، كدير بحال واحد التمرين استباقي، كتجرب راسك واش عرفتي تعلم بوحدك، وكتجي تشوف الى لقيتي راه انت بحال المهم يعني اون غو راه داك الشيء الاساسي عرفتي ليه، كتقول اذا انا وليت كنقدر نتعلم بوحدي، كما دابا تعلمت هذه غنتعلم حاجه اخرى اللي ما عندها حتى علاقه مع البروغرام. وكي قلتي تقدر تساعد الاستاذ ولا تزيد ليه يعني معلومات اضافيه ولا طريقه اخرى ولا مجموعه اشياء، تقدر تسول غير سؤال اللي الاستاذ غادي يوريك واحد الحاجه اخرى، يعني اللي كنت ديجا شفتيها اصلا، شفتيها في شي شان يوتيوب ولا شفتيها في شي بلاصه، والاستاذ كيزيد كيرسخها كيتبتها لك بواحد الطريقه ديالو، يعني طريقه واحده اخرى اللي تقدر تستفد منها انت اكثر. فوالا تبارك الله ياسين، كيبان ليا كنتي مصغر عقلك وباغي توصل، عندك هدف انك تخدم كتبارطاجي مع الناس، اللي بغى يتعلم كتبارطاجي معاه، زعما ما شاء الله عليك. وهادشي كله تكلل بواحد النقطة جد يعني ما قربنا نوصلوا النقطة الكاملة، ما عرفت فين مشات لك واحد نقطة ونص اللي هي 98 ونص، فين مشات لك؟ فين شنو اللي دارك؟ مشات لي في انك كبرت عقلي، مشات لي في الجيسون. ما قريتيش جيسون وزعما راني دايرة هذيك قريتي في كليك. لا المشكل اللي كان وقع ليا، يعني فاش كنت خدام مع الدراري، يعني بقيت غادي معاهم، يعني كاين اللي كانوا المستويات ديال الدراري اللي كانوا معايا كانوا مختلفين، يعني خصني نبدا معاهم من الاس كيو ال، وطولت يعني في الاس كيو ال بزاف، وصلت معاهم لكيرسور، يعني بزاف ديال الحوايج اللي تعمقنا فيهم. جيت يعني الاكسامال، تعمقنا في الاكسامال اكس اس دي 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 دي، يعني صافي يعني بزاف جيسون، ماشي يعني الاستاذ دارو مره واحده، يعني فاش كان كيشرح الكور غير داز عليه ومشى. يعني جيت شفتو، واقيلا واش شفتو ولا ما شفتوش في شان يوتيوب، ولا يعني ما رديتش البال، نسيتو يعني بكثرت الخدمه من هنا لهنا، غير حيت يعني بقيت عاقل غير على البديه. العام اللي فات كنت حطيت ليهم امثله ديال لي زيكزام كاتبه عليهم لي زو اف اف بلون، وكنت حاطه يمكن عقلت واحد فيه جيزن عاقل على داك جيسون. الا هو المشكلة انه سهل، وفاش تضيع فيه النقطه كيبقى فيك الحال من بعد الحال. ملي غادي حيت تبارك الله الا مشيتي للاكس ام ال والاكس اس دي والاكس اس ال تي وهداك الشيء، وهداك الشيء راه فيه قوه الحفاظ اكثر من اجهزه، ملي غادي تضبطو غتقول وانا دابا كندوي عن واقعه، لان حتى انا دوزتو في واحد الكونكور وما كنت عارفه عليه والو، وقلت ضيعتها وصافي، غير ضيعت هذيك النقطه. من بعد يعني انا كنصح، لانه ما محتاجش وقت كبير، الجيزل ما محتاجش وقت كبير، محتاج غير تجلس لي واحد الجليزه وتفهمه وصافي، وما تعقدش منه وصافي، غيبقى لك في الراس. سورتو ان لا نوطاسيون ديالو بي او او، يعني غا واحد الاكولات كتكتب السميه ديال لاتريبي دو بوين ولا فالور ديالو فيركل ونزل، ماشي مشكل، الكمال لله. احنا غنرجعوا لياسين نقولوا ليه ايوا تبارك الله 98 ونص كي درتي لي، انا هنا بنتي ليا بقيتي كتراجع مع الدراري، واش نتوما في الاخر بقيتو تتراجعوا الكور ولا كتخدموا شي حاجه اخرى؟ بالنسبه لي يعني كنت خديت يعني واحد، يعني ما نقدرش انا نشرح لهم الكور يعني 100%، نبقى نخدم في الكور، كنخدم الكور من دي زيكزومبل، يعني كنعطي في الاول يعني كاول مره يعني غادي يشوف شي واحد شي حاجه شي نوصون، يعني كنحاول كندوزها في الكور، وكنبداو ندوزها في دي زيكزومبل، يعني غنبدا نخدم معاك على اكزومبل، وهذاك ليكزومبل غنحاول يعني ما امكن الماكسيموم ديال لي ميثود في ذاك الجواب غنحاول نعطيهم لك.
اييه الميثود الاولى، الميثود الثانيه، الميثود الثالثه اللي قدرتي تفهمها شد وحده مزيان. انت وصافي، اللي فهمتيها شد وحده وبارك عليك. يعني انت كنتي كتخدم على لي زيكزامبل هما من عاديين، ولا كتاخد الامتحانات القدام، ولا كيفاش هاد الامثله؟ كنت في البدايه كنت كندير دي زيكزامبل من راسي، اييه من بعد يعني دي زيكزامبل يعني سوا شفتهم يعني عندك فلاشان، سوا جيتيت ايزي دخلت لي واحد المره يعني حتى الاخر يعني عاد اه دوك دوك السيتات المهمين ما كنشوفهمش دغيا. ماشي مشكلة، انت تعرفت اليوم عطا الله الخير في انترنت عادي جدا. عطا الله الخير في الاخر يعني صافي. يعني فاش وصلنا لواحد بقى ديك شهر ونص بحال هكاك، دخلت بديت الامتحانات الفان فورماسيون، علاش يعني ما كنبغيش نبدا في الاول فان فورماسيون باش ما نبداش نعاود. الدراري يعني ما غاديش تكون شي استفاده كبيره، يعني في الاول كتبدا بتمارين، عاد كتبدا في امتحانات. واخا ياسين، انت ديما كنتي كتبريباري مع الدراري، ويمكن كديروا دي ريونيو في تيمز، واش ما كانش عندك بريباراسيون بورقه وستيلو؟ ضروري خصوصا ان يعني الامتحان سانتيز. وين فاش لقيت لك امتحان سانتيز لقيت لك امبريميت الورقه. كيفاش امبريميتي الورقه؟ كانت ديما طريقه مهم في الشكل يعني بغينا نكتشفوا هذا الشكل، احنا بغينا نشوفوا تجربه جديده. يعني بكثرش ما كان بخدم في البيت، يعني السؤال يعني في الورقه كنحاول يعني نفس الكشافه، نفس الكود اللي غادي ديك البارتي اللي كاينه في الكود اللي غادي تكون في فيزيوال ستوديو كابتشر ديك خون غتكون في الورقه بالايفنت ارك بيني كلشي ما شاء الله عليك وما شاء بريفيت الله عليك، فويد. تبارك الله. الا كنتي كتعقل كانت على يعني هذاك من واحد الناحيه كانت يعني كانت شويه افونتاج يعني المهم. مزيان مزيان باش تستعدوا، لان كيكونوا لي كونكور ديال باش تخدموا مع الدوله وداك الشيء كيكونوا بورقه وستيلو، فهمتي؟ ماشي جميع لي كونكور كيكونوا براتيك، ولا بغيتي تخدم ان شاء الله فريلانسر ولا مع عطا الله الاشياء اللي غتخدموا براتيك، راك تبارك الله كومبيتون. بغيتي جابوك الورقه وستيلو انا موجود. انا دابا على سولتك لان كنظن باش تجيب 98 ونص وتقول لي ما عمرني خدمت بورقه وستيلو تقدر تجيني ممكن شويه. لكن ضروري في شي ايامات كنت كنتجمع مع الدراري في القهوه، فاش كنا كنتجمعوا تما غادي يعني كنت كنحاول ما امكن نخدم معاهم بورقه وستيلو باش هما يعقلوا، يعني يعقلوا اكثر. يعني كل ما شديتي ستيلو بيديك وكتبتي هما تما كيعقلوا وانت كتعقل، سبحان الله. دابا حنا راه كندويو على فاش تزرع الخير، انت كتبارطاجي واحد الحاجه مفيده، انت الاول كتستفاد وكتفيد الناس معاك. الشيء اللي كاين. اي الا غنقول لك ياسين اعطيني هكا واحد جوج ثلاثه باش نجيب ان بون نوت الريزومي زعما، او الاهم المحطات ولا اهم الاشياء الاساسيه اللي كتبان لك في نظرك الا ما كانتش ما يمكنش تجيب اون بون نوت. بيان سور هادشي كيبقى على حسب تجربه، هادشي كيبقى على حسب تجربتك انت، يعني ماشي ضروري هو الجواب الصحيح، مع على حسب تجربتك. بحال نقولوا اشنو هي الشروط التي يجب ان تتوفر في هذاك المتدرب باش ان شاء الله يجيب نقطه اللي غادي يفرح بها. صغر عقلك كما ايه نقولوا، واسمع الاستاذ ديالك شنو تيقول، سير معاه ايطاب باغ ايطاب. من مور الاستاذ جلس في داركم، يعني جلس مع راسك، الخدمه لا ما درتيهاش راسك ما كاينش شي واحد اللي غادي يديرها لك، ولو ما عرفتش ما فيها حتى شي عيب. انا ما كنتش كنعرف، يعني ما يمكنش انا نعرف كل شيء، راه ما يمكنش، راه كما قالت الاستاذه قبيله الكمال لله، ما يمكنليش انا نعرف كل شيء. نمشي نقلب هنا هنا هنا، يعني نحاول ما امكن نكون راسي براسي، يعني الاستاذ غادي يعطيني واحد الجيد، ما تبعتش مع الاستاذ مزيان الانترنت موجود، و يعني نحاول ما امكن يعني شي حاجه انا تعلمت ما فيها بس انني نعاون يعني ناس وحدين اخرين، يعني ولو غير نرسم لهم الطريق، حيت كاين شحال من واحد اللي ما قدرش انه يتفوق عليه حيت ما لقاش شي واحد اللي يعاونو باش يرسم الطريق. فعلا ياسين، ان شاء الله كنتمنى ان كاع اللي غادي يشوفك في هذه الحلقه يستافدوا من النصائح ديالك ويجيبوا احسن منك. نقولوا صافي انت خديتي إن شاء الدبلوماسي، الله سيدي نسمحوا لهم يجيبوا احسن منك ماشي مشكل. ياسين انت دابا باغي تدير ليسونس بروفيسيونيل، هو الفيزيون ديالك ولا باغي تخدم ولا شنو كيبان لك؟ بالنسبة ليا
كما اي حاجه جات مرحبا بها، يعني كان ليسونس بروفيسيونيل يعني واحد مني مزيان، يعني غير يعاونك بزاف يعني على حسب بالنسبه للمغرب يعني كيعتمد على الشواهد باك بلس 2 يعني، ولو تخدم يعني كيبقى كتبقى باك بلس 2 كما نقولوا، ماشي باك بلس 2 هو انجينيور، يعني ليسونس بروفيسيونيل غير يعاونك يعني باش تزيد تقرا، تزيد يعني تزيد تعرف وحدين يعني حوايج وحدين اخرين، وتقدر كاع تقدر ديرهم بجوج، فعلا فعلا كاين ليسونس بروفيسيونيل ما عدا دوك لي سومي بوبليك بالضبط، يكونوا يعني في الويكاند ولا في الليل، يعني راه تقدر تخدم تقدر تقرا. فعلا فعلا عطى الله ما الواحد الا تاق في راسو وحس براسو انه كومبيتون. انا داكشي ماشي ديال التليفون اللي جا، يعني ماشي نقلت انا بالتليفون وجبت التليفون هو اللي جاب 18، لا انا اللي كومبيتون، انا اللي خدمت، انا اللي بذلت مجهود كما قلنا في الاول، راه انا درت واحد البدره وعطات النتيجه ديالها. فاذا انا دابا الافاق كلها مفتوحه ليا، ما كي غتحاول حتى تضرب هنا وهنا وهنا وشوف داكشي اللي مكتبه لك راه فيها خير. عطى الله الخدمه فريلانسر، بغيتي تخدم ثاني ك يعني مع الشركات عطى الله، قاد دخل لينكدين ديالك وقاد المسائل وهذا، بغيتي تخدم مع الوزارات وهذا تبع قلب البلاصه فين كيكونوا لي كونكور وتشوف وكل شيء، وبغيتي تقرا قرا، والقرايه راه ما كتموتش الا يسر لك الله خدمه بسم الله، وقت ما بغيتي تقرا قرا، يعني تقدر تخدم وتزيد تقرا، مهم الواحد ما يسد حتى باب. وحاجه واحده اخرى يعني ما مازال ما ساليتيش، يلاه نويت يلاه حطيتي رجلك باش تكمل الطريق، يعني القرايه اصلا ما كتساليش ومراك ما عارفش كل شيء، يعني من بعد ضروري يعني غادي تزيد غادي تكمل، وبالنسبه لي انا مازال متبعك يعني ولو خديت الدبلوم في اطار المشاركه كنشاركوا فقط هذا الجزء الخاص بالبروغرام ديال يعني ديال سميتو ديال التكوين المهني، ولكن كاينين مشاريع ان شاء الله قادمه اللي غادي تكتشفوهم اللي فيهم اشياء اخرى خارجه على على البروغرام. ياسين عندك شي كلمه اخيره؟ تقريبا كل شيء تطرقنا عليه، كنشكرك بزاف على هذه البادره هذه، يعني شحال هذه ما كناش كنلقاو شي حاجه بحال هذه، يعني مبادره اللي راه زوينه، يعني قبل بالنسبه لي قبل ما غادي يزعم ويمشي يدير دابا حاليا سميتها ديفلوبمون ديجيتال، غيمشي غادي غير يلقى ناس يعني اللي خداو ديبلومات بنقطه مزيانه، الناس اللي داروا شي حاجه من بعد ديبلوم، اللي غادي تكون غتكون حافز يعني باش يقدروا ان شاء الله يكملوا بمسيره جيده ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي، هذاك الشيء اللي كنتمناه، وكنتمناو اننا نعطيو واحد الرؤيه ايجابيه، والحمد لله انني لقيت ناس اللي بغاو يشاركوا التجربه ديالهم الايجابيه، الناس اللي ما بغاوش يتخباو، لان مالوغوزمون كنلقاو غير الناس السلبيين هما اللي كيبداو يقولوا ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو كيبانوا. الحمد لله انني لقيت واحد العدد ديال لي ستاجيير بنات ودراري اللي بغاو يشاركوا معنا التجربه ديالهم، سواء هاد التجربه اللي كاينه في هاد السلسله ديال كيفاش حصلت على نقطه عاليه في الدبلوم، اللي هي ماشي شي حاجه سهله وماشي اي واحد كيبغي يشاركها. وثانيا الناس اللي كانوا معايا في السلسله ديال اشنو درت من وراء الدبلوم وفين وصلت، اللي هما تجارب يمكن 9 ديال الفيديو تاع ناس اللي عندهم تجارب مختلفه كل واحد وكيفاش وصل، كاين اللي كري الشركه ديالو، كاين اللي مشى كمل ليسونس والماستر، كاين اللي خدا سيكل دانجينيور، كل واحد وشنو دار، يعني هما تجارب كلها كتستحق انكم تشوفوها. وكذلك كاينين واحد يعني جوج ديال لي فيديو اللي كنت درتهم مع ناس بغاو يشاركوا معايا، اللي هما غنيين عن التعريف بخصوص ستاج، كيفاش نقدر ندير ستاج واشنو ممكن نستافد من هذاك لو ستاج، كنت درته مع سي ابراهيم واحد الفيديو، وواحد الفيديو اخر درته مع خالد السعداني اللي هما شاركوا معنا هذيك الفكره اللي غادي تفيدكم حتى نتوما دابا اللي خديتو الدبلوم، الا بغيتو تبداو يعني الطريق الى العمل، كي كنقولوا كيقدر يبدا بواحد لو ستاج، تعرفوا كيفاش يكون عندكم توجيه صحيح، نتوما تبارك الله راكم بديتو تتعرفوا تاخذوا لا كومبيتونس، بديتو تتعرفوا ديروا لوطو فورماسيون بوحدكم تقراو وتقريو، ولكن كنتمنوا انكم ديروا توجيه صحيح، يعني دير داكشي اللي بغيتي اللي تقدر انك تخدم فيه وما تعياش، هذا هو المهم. شكرا لك ياسين، نتلاقاو ان شاء الله فرصة اخرى، السلام عليكم. ان شاء الله.